صباح الخير على كل شيء. ازاي بتتفاجئ معاك ورسالة النهارده اول رعاية الشباب هنا هيكلمنا عن المعرض وهيكلمنا عن جمال المعرض والحاجات الجميله دي اللي انت بتعمل. ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب وبخير. كل سنه وحضراتكم طيبين ومصر كلها طيبه. كلمنا عن المعرض النهارده. احنا دايما متعودين كل سنه في معسكر استقبال للطلاب الجدد بالنسبه للفرقه الاولى، وبرضك تبقى معايا ثانيه وثالثه ورابعه، بنعمل معسكر استقبال تحت رعايه الدكتور اسامه مدني عميد الكليه والدكتور عمرو علي وكيل الكليه لشؤون الطلاب. بيتم فيه عرض المواهب للطلبه على مستوى العام. بالنسبه للمعرض الفني ده شغله طلبه 100%، مواهب متميزه. كليه الاداب دايما بياخدوا دايما بيحصلوا مراكز اولى على مستوى الجامعه، واخدين مركز اول السنه اللي قبل اللي فاتت ومركز تاني على مستوى الجامعه. عندنا هنا معرض فني وابداع ومركز تدريب شغال طول العام بالنسبه للوحات دي وتدريب الطلبه من الفني والرياضي والثقافي والديني والندوات الثقافيه. كله ده بيتفاعل مع الطالب من خلال بدايه السنه الدراسيه الجديده باذن الله. بيتم برضه اكيد الطلاب الاتحاد الطلاب بيتم تعريف الطلاب الجدد بكل حاجه هنا في الجامعه وبيعرفوهم كل حاجه بيواجهوهم طبعا في اول يوم. طبعا ده بيبقى بدايه العام الدراسي في معسكر استقبال لطلاب اتحاد الطلبه ذات نفسه مختص بتعريف الطالب باقسام الكليه بمعامل الكليه بمدرجات الكليه بالخدمه اللي بتقدمها الكليه في جميع العمليات التعليميه سواء من ال 12 قسم الموجوده سواء انجليزي فرنساوي عربي تاريخ جغرافيا اثار مع بعض الاستحداث البرامج الجديده زي التخاطب دي برامج مستحدثه وزي الجيوماتكس وزي المكتبات كلها يعني برامج جديده بتخش في اطار خدمه الطالب. تمام يا فندم بالتوفيق وكل سنه وحضرتك طيب. تحت امرك ونورتونا وشرفتونا.